الاغنيه بنت الجزمه اللي انت عاملها دي؟ بنت جزمه يعني تقصد حلوه ولا بنت جزمه تقصد وحشه؟ لا بنت جزمه. جزمه وحشه؟ جزمه. والموزز؟ موزز. انا عايز اقول لك انا رجعت مرتين في وسط الاغنيه. لا لا انت قول لي كل تعليقاتك بقى في ورقه، بس انت ما عجبكش احنا الاخراج ولا المونتاج ولا كله المنظومه كلها يا هباب، المنظومه كلها زفت. انا رايي المتواضع من غير مبالغه، اي واحد شارك في الاغنيه دي ولو برايه لازم يتحاكم. لازم. لا يا راجل ما تسودهاش قوي كده، ده سواقين التكاتك والميكروباصات مولعينها. ولا انت ايه شعرك ده يا عصفور؟ مين اللي عمل فيك كده؟ ده انا عامله عند محمد القصير. محمد الصغير عمل فيك كده؟ محمد القصير ده واحد تاني عندنا في الحته. طب عصفور سيبك من كل ده، انت ازاي تعمل الاغنيه دي من غير ما تقول لي؟ لا بقول لك ايه بقى يا دكتور، طول ما انا شايف شغلي كويس قوي واي حاجه صريح الفيل بيطلبها بيلاقيني قدامه، يبقى في وقت فراغي اعمل اللي انا عايزه. لو انت بنفس لو عايزني اعتزل الفن انا موافق اعتزل الفن، بس قابل بقى غضب جماهيري. انت هتعمل لي فيها محمد منير؟ جمهورك ده ايه؟ تصدق يا عصفور على قد التلوث السمعي البصري النفسي اللي انت سببته للبلد، بس الموضوع ده جاي مصلحه. جاي كاموفلاج. مش وصل ايه الانترناشونال كاموفلاج، عمل لنا ستاره يعني على الشغل بتاعنا عشان محدش يربط ان عصفور هو الرجل العنابي. بمناسبه الرجل الزفت العنابي، البنت فاتت اخت راسها والف سيف تتجوز الرجل العنابي. دي الخازوق اللي بيطلع لنا. انت يعني كان لازم تفتي وتروح لها الجامعه؟ الصراحه انا فتيت الصراحه، فتيت. بس اتصرف انت والنبي يا دكتور. خلاص انا هتصرف. بقول لك ايه، ما كلمتش الحاج يعني بخصوص موضوع البنت فاتن اختي انها تتجوز يعني الاستاذ ابنودي اخوك؟ انت عايزني اقول لامي ان ابنها الحيله هيتجوز فاتن اختك؟ بص يا عصفور، انا امي عمرها ما راحت لدكتور، لو شافت فاتن اختك انا متوقع تتشل فيها دي. هو صحيح ليه ست والدتك بتخاف قوي كده على الاستاذ ابنودي اخوك؟ هو ابنها الوحيد؟ تعالى يا ابنودي، تعالى. في ايه يا بيرم؟ تعالى بس. في ايه يا بيرم؟ انت بتترعش ليه يا ابنودي؟ اقعد على طفك. تعالى يا حبيبي اقعد اقعد، ما تخافش ما تخافش. بص بقى يا ابنودي، من الاخر انا جايب لك عروسه. عروسه؟ عروسه اتجوزها؟ امال جايب لك عروسه اتجوزها انا؟ طبعا تتجوزها. بص يا ابنودي، انت كبرت وبقيت راجل كسيب وجه الوقت ان انت تتجوز. عندك حق يا بيرم، انت مش عارف انا تعبان قد ايه. ما عارف طبعا، امال الويندوز اللي عمال يضرب ده عمال يضرب من ايه؟ ما هو من الافلام الزفت اللي انت عمال تنزلها من على النت. خلاص بقى يا بيرم، مش قدام الحيوانات، مش قدام الحاجات اللي في المعمل دي يا بيرم. طب قول لي، هي مين العروسه دي؟ دي اخت واحد صاحبي، عصفور اللي شغال معايا، ما انت عارفه. عصفور؟ بس انت مش شايف الناس دي فقر علينا شويه؟ ايه الكلام ده يا ابنودي؟ الفقر مش عيب. لا ما اقصدش يعني، انا قصدي يعني انهم ناس معفنين. العفنه مش عيب يا ابنودي. طب خلاص خلاص سيبك، هي اسمها ايه؟ اسمها فاتن حمامه. الله، اسمها حلو جدا. انا حاسس ان انا سمعت الاسم ده قبل كده. طيب هي حلوه؟ بالنسبه لك ولا عموما؟ بالنسبه لي طبعا. لا بالنسبه لك كويسه معديه. طب وعموما؟ لا عموما كارثه طبعا يعني. طب خلاص مش مشكلة، يلا نروح نتجوزها. تعالى بس، الموضوع مش بالبساطة دي، عندنا مشكلة بسيطة. ايه؟ دلوقتي احنا لو خدنا بعضنا ورحنا خطبنا البنت دي بمنظرك ده أكيد هترفض، هي مش أكيد، هي يعني عموما أي حد هيرفض يعني. عندها حق الصراحة، أنا لو أختي مرضاهالهاش. عشان كده لازم نشوف لها دخلة تانية. ايه بقى الدخلة التانية؟ بص يا عم، بقى البنت فاتن دي بتموت في حاجة اسمها الرجل العنابي، مش عايزة تتجوز حد غيره. الرجل العنابي؟ اه. طب يلا سلام بقى. تعالى يا عم تموت في الرجل العنابي ايه؟ الرجل العنابي لو عارف ان انا بحب البت بتاعته مش بعيد يموتني او يقطعني ويخرطني للوز. يا عم الرجل العنابي البت دي مش في دماغه اصلا، الرجل العنابي مصاحب واحده جارته من زمان، ناس كتير شافوهم طايرين مع بعض كذا مره، هو ما بيحبهاش خالص. اه اذا كان كده ماشي. انت عارف ان الرجل العنابي ده ماضي في الحزب بتاع عمك صريح؟ ايوه عارف. انا بقى هكلم عمك صريح واقول له اتفق لنا مع الرجل العنابي نعمل كده تمثيليه على البت فاتن دي، نكرهها في الرجل العنابي ونحببها في مين؟ في الابنودي. انت هتصاحبني انا في ايه؟